كم الساعة الحين؟ كم الساعة؟ قلوا لي. ساعة ثلاث. سحور ولا شلون؟ كان كاتي سحقت في برنا. سحور ولا غدا ولا؟ ولا فطور ولا شلون؟ اي والله ما تتعشى. تعشى ويبا ذا ليه؟ تعشى ايه؟ انا قلت لك الساعة ثلاث من قالك تعشى؟ انتظركم. ايش فيك عم باجي؟ السلام عليكم. عشان كات حق تنتظرنا. حق تنتظر. اقول اسكت. اسكت بدل اني عيب عليك. ايش في عمي باجي؟ شي انا قايل لك الف مره غير الصبغ، صبغك مو بعادل يا اخوي سمسم. ولا قاردنا. عافيك عمي بالي يا عمر، عم بالي فيك مزعلان؟ من مزعل؟ زعلان يا امتى امتى تتعشى؟ عشان ابنك حاضر تعشى. بهو تعشى. لا بس ما اعطيتنا خبر. العشاء موجود. وعلي ما اعطيتنا خبر يبا انك بتطبخ. بعطيكم خبر بدون اعطيكم خبر. ما معكم خبر زين يا رسول السلام. يا لا 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 من البحرين فطور سحور انت تاكلون. والله انا بالي انا اقول لك اقول اقول انت يا عيون الخمسات. لا لا خلاص خلاص ابو علي، ابو علي ما يخالف ما يخالف ابو علي. لا تقول لي طابخ كبسه. يعني كبسه ما عندنا كبسه. يعني لك كبسه تعرفك كبسه بعد. انا قلت حطها في الثلاجه لين بكره، لان بعد واحد بدخل قرص حد دخل قرص. تبون جد انا مع عمي ابو علي. انتوا كلكم ما تستحون. شفت كلكم مبرجاجي. تعال يا ابو علي تعال تعال. باقي زجران باقي زجران يا ابو علي باقي. ما يستحون على وجهي من جوا. ما يستحون على وجهكم. عمي ابو علي يطبخ عشاء. خلاص عمي ابو علي تصدق هذا يا عمي ابو علي لي يمكن 10 أيام كل يوم أتقلب على الفراش سبحان الله تجي في بالي كبسة عمي أبو علي. كل يوم كل يوم قبل كبسة عمي أبو علي. أي أمه لا عادي عمي أبو علي. أتخيل كبستك، أتخيل كبستك يا عمي أبو علي مع الليمون الأسود ذاك اللي تحطه يوميا. عاد سبحان الله الله يعطيك العافيه عمي ابو علي، بيتحقق حلمي اليوم. الله يعطيك العافيه. وانت تتقلب وحلمت بالكبسه فوق هذه كل ليمون مكثر من الليمون. ايه مكثر ليمون. ايه مكثر ليمون حلمان بعد حلمت طماطه فوق عسكرين كريم في الكبسه. صح بعدين قمنا ناكل منها بعدين. لا لا خلاص يا ابو علي خلاص. حط حط العشاء يا ابو علي. حط العشاء حط العشاء. رحمن على الكبسه الطيبه. الله يبيض وجهك يا عمي ابو علي ويطول عمرك. الله يبيض وجهك. يا ليت يا عمي ابو علي يا ليت لو تطبخ لنا بكره الصباح فطور كبسه كلنا نجي الساعه 9 عندنا نفطر كبسه سوي. الله يعطيك العافيه. سوك انت تذم فيه نام ده الحين قلت لي حتى الصباح تهبي. عمي ابو علي غبي قال. قال والله ما قلت غبي امتك. ايش قال ايش قال ايش قال قال والله ابو علي اذكر الله والله ما قلت غبي. ما قلت غبي ايش فيك؟ ما قلت غبي. اقول انا رجوله ولا كل رجاجيل. الله يعطيك العافيه يا عمي ابو علي على هالكبسه الطيبه. حتى في رمضان ما تسحر لنا والله العظيم قويه. حتى في رمضان ما اكلنا. اثر باي احد حوله سلبي ايجابي خلاص ما عليك من احد. انت امش وقدم الشيء اللي تشوف فيه تفاعل من الناس ولا عليك من احد. هذا فلان يقول فيك، هذا يبي الشهره، هذا ذا شف ذا مع وجهك، ما عليك منهم. هم ما بهم اللي راح يعطونك اذا احتجت. انت تستوي وتوصل مراحل بعدين هم يجون يسلمون عليك. اوه فلان كانوا يذمونك صارت معنا، يجون يسلمون عليك يتحككون فيك. يبون يبي فلوس ولا يبي منشن ولا يبي ترزه في سنابك. خلهم عنك، اتجه اتجاه صحيح ولا تشوف احد وراك. ارجع لموضوعي الاصلي واحط لكم شيء اعرف انه بينتشر في كل مكان، اقسم بالله انه حقيقه ما هي كذب. هذه لجل ترفع مستوى قدراتكم وطموحاتكم والاصرار اللامتوقف. الاصرار اللامتوقف.
هذه المكاسب مكاسب حقيقية. عليكم الحساب، انتم ضربوها في 3.75 هي هذه بالدولار، تعادل لها تقريبا 1,800,000 سعودي. في اقل من سنة انت بامكانك تصير، ما في شيء مستحيل، والله العظيم ما في شيء مستحيل. لكن في شيء اسمه اصرار، اصرار اللامتوقف. شوفوا المكاسب هذه، خلوني بعدها احط لكم كيف تعدلون اموركم اذا اخطأتوا فيها من ناحية البيانات. اقفل سناباتي على كذا. طلعت لكم خانة مكاسب، انتم نجوم او غير نجوم، صارت عندكم اخطاء في تعبئة البيانات من ايميل، من رقم جوال، من موقع، من اسم حقيقي اللي يكون بالجوال، الجوال يكون بالجواز عفوا، او بطاقة الاحوال. هذا الرابط تسحب الشاشة وتعدل البيانات هذه بإذن الله خلال 7-8 أيام يكون عدلوا لك هذه البيانات وتستمر. ربي يوفقكم ويوفقني ويعطيني على قد نيتي، أقسم بالله يا جماعة الخير أنا أعمل بالنيات، ما بقضية أن أنا أبي جمهور، أنا عندي محتوى الحمد لله وعندي جمهور جدا جميل، واحدكم عن 1000، لكن أنا أبي أنفعكم، أبي منفعة تنتشر، أبي ناس عندها قدرات تبرزها بالساحة. والله العظيم المميز يبدع، سواء بنجمة أو بدون ما هي هم. هذا سناب اللي حطيته لكم، سناب ولدي رضوي. لو قلت لكم 90% إذا ما أصور رضوي يقولوا وين رضوي، يعني تحبونه. أنا أبغاكم تفجرون إضافات، وإذا بتنشرون أنشروا، أخفي عليكم لا والله، أنا نيني أن أنا بإذن الله أطلب توثيق الولدي. هذه أصغر مشهور وحسابه موثق، الآن هو واصل المشاهدات تقريبا 10,000، أنا حطيت لكم قبل يومين. أنا ودي يخطر، ودي يوصل يعني يوقف على 40-50,000 كذا، وأخلي يصور لكم يوميات على بساطتها، تابع العيال كذي. فأنا أتمنى أنكم تضيفون، أبيكم تفجرون إضافات يا جماعة.